وعرضوا على ربك صفا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فتخيل رعاك الله الرجال والنساء حفاة عراة. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم لبعض. قال يا ابنة الصديق الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، إنه يوم الصاخة، إنه يوم الطامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الكل يتفكر كيف سينتهي ذلك اليوم وإلى أين المصير. القلوب واجفة والقلوب خاشعة والأبصار خاشعة، وبينما هم على ذلك الحال وقد صفت الصفوف، تخيل بارك الله فيك إذا نادى المنادي فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، استعد للوقوف بين يدي الله. والله والله لو قيل تقف أمام ملك أو وزير لارتعدت فرائصك ولوجف قلبك. كيف وقد قادتك السبانية من بين الصفوف مطاطئ الرأس لا تدري إلى أين يؤخذ بك، إلى جنة أم إلى نار؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. تخيل يوم أن ينادي الجبار لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ ينادي الجبار يا آدم فيقول لبيك ربي وسعدي والخير كله إليك، يا آدم أخرج بعث النار، يا آدم أخرج بعث النار. فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل ألف
999 إلى النار، وواحدا إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فحينها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.